نعم شيخنا الكريم، لو ما بين المسجد والمسجد 200 متر، هل نبيع الأرض أو هم يبيعون الأرض ويصنعون بهذا المال أي شيء في سبيل الله عز وجل؟ هذه شيخ مسألة كريم، مهمة، مسألة مهمة، مسألة هو أصلا بيكون مصلى أمام مسجد أو مصلى بجانب مسجد، كل هذا يعني ما صح. وحتى الجمعة، تعدد الجمعة عند الشافعية ما قالوا تعدد الجمعة، إلا طبعا حدا بالمتأخرين أن يقولوا بذلك وهو الأصح. لكن أقول هي أصل المسألة مسألة المناقلات، مناقلة الأوقاف. يعني الأرض وقف، نعم، صاحبها استبدال أوقفها لله عز الوقف. وجل. طبعا جمهور العلماء يقولون لا استبدال ولا مناقلة، انه خرج خلاص، خرج عن ملكي الى ملك من؟ الى ملك الله. والصحيح ان المناقله للاوقاف واستبدال الاوقاف من النظر المصلحيه المقاصديه على قول الحنابله هو الصحيح. فالان هذه الارض، لكن ارض المسجد لا تذهب لشيء اخر، لا تذهب ارض في مكان ليس فيه مسجد، يحتاج سكان او عمار هذا المكان الى مسجد فيبنى فيه المسجد. يعني تباع لصالح مسجد اخر. مسجد اخر في مكان، عمار المكان يحتاجون يعني المسجد. يعني تنتقل من وقف إلى وقف، هي بنفس من الوقت، مسجد إلى مسجد. أي نعم، هذا نعم هو. جزاك الله خير شيخنا نعم الكريم، بنفس النية، بنفس النية. لأن يعني كما قلت موقوف عليها أصلا الجمهور لا يقولون بذلك. نعم، لكن المناقلة نظرة مصلحية مقاصدية للشرع. تمام. الصحيح أنه في مكان آخر عمار المكان يحتاجون المسجد ولا مسجد، فتشترى الأرض ويبنى المسجد هناك. جزاك الله.